السلام عليك يا أبا عبد الله اپنی آپ کو کربلا لے کے چلیں جسمانی طور پہ یہاں پر بیٹھیں لیکن روحانی طور پر میرے ساتھ سفر کریں کربلا ایسے تصور کریں مولا مظلوم کربلا کا روزہ آپ کے سامنے ہے اور آپ مولا حسین کو سلام کرنے لگے بلکہ یوں کہوں میدان کربلا آپ کے سامنے ہے بکھرے ہوئے لاشیں پڑے ہیں مولا حسین کا کٹا ہوا سر آپ کے سامنے ہے اور مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الموسین السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر المقنون السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار سب مل کر کہیں يا أبا عبد الله وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور وعليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم وبعت إلى الله وعليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله لمن هاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية فاطمة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة
اسرجت مع الجماع وتنكبت للقتال بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك وأن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة سمل کر کے يا أبا